كما كتلاحظوا اخواني الكرام، ندخلنا دابا في المزرعه كما كتشوفوا. الله ما شاء الله، غادي نوريو لكم جزء من هاد المزرعه. هنا كاين بلاصه الحليب، غادي نشوفوها دابا. هنا حليب ديال البقر، هنا بلاصة الجمل أو بلاصة الخيل كما كتلاحظوا إخواني الكرام. وهنا راه كاينة فيلا هنايا. مالك؟ ها؟ شتيك فقصان؟ طير لك؟ ها؟ واش طير لك ولا؟ ها؟ بارك. هذا السلالة ديال الانجليز هادو. هنا انواع ديال الغنم اخواني الكرام من كل القارات، تبارك الله. واحد السلالة اللي هي غزالة، تبارك الله. هذه سلالة عاوتاني واحدة اخرى، هذه سلالة واحدة اخرى. ما شاء الله، الله يبارك يا ربي، لما زيد وبارك كل واحد في رزقه. هذه عاوتاني اخواني الكرام كما كتشوفوا سلالة حتى هي. هنا كل كارتي كاينه سلالة من دولة، يعني تبارك الله. هذا خير خير، الله سبحانه وتعالى كل حاجة عند الماء ديالها، عندها ضاريين من الفوق. وهذاك بلاصة ديال التبن كما كتشوفوا. هنا بلاصة الخيل. الله يبارك وزيد في ذلك، اللهم صل عليك رسول الله. الحمد لله على النعمة، جينا مع المطار. ما
ماريانو ماريانوس يا اسبانيول. لا بنتك نقيه. ميلوروس استرالي. هنا فيلا اخوان الكرام كما كتشوفوا الجرة ديالها كلشي ديالها لابيسين كبير. هنا اخواني الكرام غنودعكم وغنقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقر اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما قلنا اخواني الكرام 40 كيلومتر على مدينه القنيطره اتجاه بلقصيري، 107 ديال الهكتارات، محفظه ارض سقويه منبسطه. نتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. اهلا وسهلا بكم الى عقر اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.